مش هاي المدرسة اللي المدير تبعها فقد الذاكرة نتيجة بوكس دخل من بطنه وطلع من ظهره؟ لا عارفها عارفها يا سيدي، كل البلد بتعرفها هاي المدرسة. أنا جاهز لأي شيء يا سيدي، ولا يهمك ولا يهمك. أهلين 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 أهلين، مع السلامة. أهلين يا سيدي أهلين. شو حبيبي؟ وين بدك تروح؟ وين بدهم ينكلوك؟ رقوني مدير مدرسة. يركوك مع العجين يا بعيد، يركوك مع العجين، يسووا منك عرايس. دخلك هي ليش اسمها عرايس مثلا، مش ارامل ولا مطلقات؟ شو اسمها المدرسه اللي بدك تروح عليها؟ مدرسه النفس الاخير الثانويه. مستغني عن حياتك انت يا زلمه، مستغني عن حياتك. والله اول يوم دوام راح يكون فيها نفسك الاخير. يا جماعه الخير انتم بتبالغوا كثير في الامور، عادي الامور، كل مدرسه فيها مشاكل، بعدين انتم بتعملوا من الحبه قبة. عادي عادي، احنا بنبالغ؟ 12 استاذ كتيل وسبع سيارات شطب و36 كاوتشوك بنفسه، والمدير لليوم ما صحيش من الغيبوبه من البوكس اللي اكله من بطنه طلع من ظهره، وبتحكي لي احنا بنبالغ؟ العنف بولد عنف، انا راح استوعبهم، انا راح ادخل اسلوب جديد بالتعليم، يعني الطفل شو بده غير يلعب ويتعلم، وانا من خلال اللعب راح اعلمهم وخليهم يحترموا بعض. هذا الطفل مش الوحوش اللي رايح عندهم. يا بنت الحلال أنا مش مدير تقليدي، فاهمة؟ أنا بكرة رح أضرب معهم صحبة وتشوفي الأمور كلها. طب يا أخوي مدامك بكرة أول يوم دوام إلك في مدرسة النفس الأخير، خلينا أحضر لك عشاء ونادي الأولاد من مرة يودعوك. أعملي والله يا خوفي يكون العشاء الأخير. صباح الخير يا حلوين، صباح الفل والياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير. كيف أصبحتوا؟ إن شاء الله تمام. كيف أموركم؟ كيف أنتوا؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، عيب عليك يا ولد، عيب عليك. ألو، أيوة سيادة الوزير، أنا في النفس الأخير مش في المدرسة، أنا بعيش النفس الأخير يا سيدي، هضبوني كسروني، دعسوا علي يا سيدي. اسمع، ابعثوا لي الدفاع المدني، أي شيء، الشرطة، أي شيء يا سيدي. إن شاء الله يا سيدي أنا خلصت، خلصوا علي. ماشي ماشي، يلا يلا ماشي، بس استناك باي. اطلع اطلع، تعربش تعربش في الحبل. وين تعربش يا زلمة؟ وين تعربش في الحبل؟ انزلوا انزلوا، شيلوا الحماية، انزلوا مشان الله بدهم يكسروني. انزلوا انزلوا. احنا بننزلش، نزلنا المرة الماضية وخسرنا ثلاث عناصر، اقول لك هاخد الحبل ورايح، دبر حالك. اوعى اوعى مشان الله بكسروني، هضبوني، هيو بدهم يفلتوا علي. مشان الله مشان الله مشان الله مشان الله. شوي شوي بس اسمعني اسمع، الله يرضى عليك الله يرضى عليك، انت بالناس ومحترم، الله يرضى عليك تسمعني بس شوي شوي، الله يرضى عليك. اسمع والله العظيم اذا بتعملوا زي اللي عملتوه برا انه ما هو كويس، يعني انتوا جماعه محترمين وناس عاقلين، يعني الله يرضى عليك وتسمعوني. اسمع انت مبين ابن الناس، اطلع اكتب هيك على اللوح انه نابليون قاد الحمله الفرنسيه على مصر، الله يرضى عليك. انت ابو شوارب، انت مبين ابن الناس ومحترم جدا، اطلع اكتبها. انت ابو الحمار، الله يرضى عليك تقوم. جملة صغيرة بس، جملة جملة صغيرة. بلاش خليكم مرتاحين، خلص ولا يهمكم. ان شاء الله ان شاء الله، بس اسمعني ان شاء الله. يا زلمة كنت لابوك بترجاك يا زلمة، ولك بترجاك ان شاء الله ان شاء الله، بترجاكم بترجاكم ان شاء الله ان شاء الله. خلاص خلاص خلاص. حصريا من قلب الحدث ما زالت الاشتباكات مستمرة، ولعت. الأستاذ هادي قاعد بنضرب، كما أكد لنا مصدر من داخل المدرسة إنه الأستاذ هادي انكسر حوضه وأصابه فشل كلوي، ما بسمع ما بتحرك. ادعوا له يا جماعة ادعوا له، ما في قدامنا غير إنه ندعي له. من مدرسة النفس الأخير الأستاذ هادي لفظ أنفاسه الأخيرة. أسرد أسرد، حط كمان حط كمان، جيب التراك صخر حطه، جيب لي قطار خليه يمشي علي، ولك جيب دبابة حط عمان كلها فوقي، ولك اسمع تتوقع تبطل. خلاص يا معلم، صار 25 طن عليك. نزل نزل نزل.
ارفع. حط لي كرزي على راسه تفاحة بسرعة. ولا بسرعة يا حرك. اعطيني السكينة. تفضل معلم. بتقيس مدى الهواء الريح على اللي جاي على اللي طالع، بتضرب في 8 تقسيم 5 بالزمن المتبقي، وبتحط بزلين تحت بطنك عشان الحركة تصير سهلة، وشوية زيت زيتون بتدهن جسمك وبتنجزه. هاي قتلته. حلو. مات زي المكسيكي الهامل. شفت؟ أعطيني تكسير طوب. أبو عصب! منيح اللي جيت، كان انكسرت إيدي. اطلع. زمان عنك يا أبو عصب، والله زمان عنك، بس بعدك زي ما أنت. التربية والتعليم خسرتك بعد ما فقدت 12 واحد على إيديك. يا زلمة بحكي معك. معك مركز، كمل. التعليم نازل نزول، والأستاذ راح هيبته. يا زلمة بحكي معك. معك كمل، ركز كمل. خلاص بحكي معك، مالك يا زلمة؟ جيب لنا 2 كوكتيل باذنجان معلية، وجيب لي معهم بيضتين إلي وللشب. لا لا الله يرضى عليك، أنا تحسبش حسابي، لأني أنا بتسوي لي مع الحرق، بصير حرق عندي الله يرضى عليك. باختصار، التربية والتعليم باعثيني عليك في مدرسة النفس الأخير الثانوية، هاي ما حدش قادر عليها بالمرة. أنت الوحيد اللي راح تقدر عليها، بس أوعى تمد إيدك على طالب. رجع للتعليم هيبته، رجع للأستاذ هيبته. إذا بحكي معك. مركز كمل. إذا ما خلصت. خلصت؟ هات الكوكتيل باذنجان يا ولد. لا الله يرضى عليك، أنا سامحني. اطلع. قوم يا هامل، ما انت مبين انك ميه التمثيل مش عن جد بتتنفس. كات قوم يا زلمه، زلمك زي السخل المشروط المضروبه كهرباء. منيح اللي جيت، كنت راجع. مرحبا. هلا بالله. وين ابو عصب؟ جوا يا حبيبي. ليش شو بدك فيه؟ عليه 20 ليره دين. جوا بالحمام، سهل. شو لابس؟ قميص. قميص ولا جمعة؟ وقف. موقف ولا باص؟ يعني بتمسح؟ لا والله بمسح في الطاولة. يا جو شاكيرا، رامي اسمعوه، رامي جو شاكيرا.